أهم بنك مركزي في العالم، بداخله تجدون ثروات لا تقدر بثمن قد تعيد الحياة لكوكب الأرض في حال وقوع كارثة تهدد فناء البشرية. إنه قبو سفالبارد أو قبو يوم القيامة. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. هنا في جزيرة سبيتسبيرغن الواقعة ضمن أرخبيل سفالبارد النرويجي، وعلى بعد 1300 كيلومتر من مركز القطب الشمالي، يقع قبو سفالبارد لبذور النباتات. مكان تم اختياره بعناية وذكاء، مكان بارد جدا لا يتأثر بالزلازل أو البراكين، حتى القوى النووية لا تجدي معه نفعا. تم تصميمه على ارتفاع 130 مترا فوق سطح البحر، ما يجعله آمنا عند حدوث أي ذوبان للثلوج. This is the most important bank, the most important vault in the world, because we are taking care of something which is even more important than money, and that is seeds for future generations. بداخل هذا القبو ثروات أغلى من الذهب. فهذا المكان يحتوي على 1,100,000 عينة بذور، بما يعادل 2,500,000,000 بذرة من 6,000 نوع من النباتات قادمة من 89 بنكا حول العالم للحفاظ عليها من الحروب والأمراض والكوارث الأخرى. المخزن الزراعي الضخم يجمع كل دول العالم حتى المتحاربة منها. فهنا ستجدون صندوقاً للبذور الروسية وآخر للأوكرانية. حتى كوريا الشمالية تحتفظ ببذورها هنا. وهناك رف وحيد فارغ يعود لمدينة حلب السورية التي استعادت بذورها بعدما دمرت الحرب مخزونها الاستراتيجي من الحبوب. قبو سفالبارد تم افتتاحه عام 2008. وصلت تكلفة بنائه $9 ملايين. ساهمت 30 مؤسسة دولية في إنشائه. أما مساحته فهي 1,000 متر مربع. للقبو 5 أبواب فولاذية مشفرة لا يتم فتحها إلا 4 مرات في السنة، للحد من تعرض مخزوناته للعالم الخارجي. تحفظ العينات عند درجة حرارة ثابتة تبلغ 17 درجة مئوية تحت الصفر، وهي كافية للحفاظ على البذور آمنة لمدة 200 عام على الأقل. Well, the conditions down here in the vault are perfect. Where the international standard is that we store them at about -18, -20, we have that, and perfectly safe and secure. And of course, it's pretty cold in Svalbard around here, so we have just the best insulated freezer in the world, probably. البذور هنا توضع داخل أكياس ألمنيوم ب3 طبقات، كما توضع عليها رموز لتدل على بنك الجينات والحبوب القادمة منه. وعندما تحين الحاجة إلى تلك البذور يتم سحبها واستنساخها جينيا لإنتاج حبوب أكثر وتغذية سكان الأرض في حال وقوع كارثة لا تحمد عواقبها.